السلام عليكم. سنواصل الحصة المنصرمة. إذن توقفنا عند التمرين التالي: حدد مجموعة تعريف الدالة F في كل حالة من الحالات التالية. نبدأ بالحالة ألف. F de X تساوي جذر المربع X أس 2 ناقص جوج X. إذن D de F كما سبق أن أشرنا في حالة حيز التعريف نلاحظ هل هناك جذر مربع. إذا ما بداخل جذر المربع يجب أن يكون موجبا. إذا كان لدينا مقام يجب على المقام أن يخالف الصفر. إذا هي مجموعة الأعداد الحقيقية حيث أن x أس 2 ناقص 2x أكبر من أو تساوي صفر. يعني x ينتمي إلى R حيث هنا نعمل من أجل تحديد الإشارة حدودية من الدرجة الثانية x ناقص x x x ناقص 2 أكبر من أو تساوي صفر. كما تلاحظون هذه حدودية من الدرجة الثانية لها جذرين صفر واثنان. إذن تكون إشارتها هي إشارة A خارج الجذرين. وبما أن A عندنا هنا هو واحد موجب إذن هذه الحدودية ستكون موجبة خارج الجذرين يعني صفر واثنان. وبالتالي هي ناقص ما لا نهاية صفر اتحاد اثنان زائد ما لا نهاية. فيما يخص الحالة ب f de x عبارة على x ناقص 2 على x زائد 2. كما تلاحظون هنا في هذه الحالة الشرطين مجتمعين يعني المقام والجذر المربع. هذا العدد أولا إذن مجموعة التعريف d دو f هي x ينتمي إلى R. أولا هذا العدد يجب أن يكون عدد حقيقي يعني يجب أن يخالف المقام أن يخالف الصفر. يعني أن x زائد 2 تخالف الصفر وهذا العدد الكسري أو هذا الجذر يجب أن يكون موجبا أو تساوي صفر. يعني x ينتمي إلى R حيث x يخالف ناقص 2 و x ناقص 2 على x زائد 2 أكبر من أو تساوي صفر. هنا كملاحظة نعلم أن إشارة العدد A على B إشارة A على B هي إشارة A B الجداء A B علما أن B يخالف الصفر حيث B يخالف الصفر. إذن إشارة هذا ولدينا x ناقص 2 عامل ل x زائد 2 أكبر من أو تساوي صفر. متى؟ إذا وافقت إذا أيضا x ينتمي إلى خارج جذري الحدودية. هذا بمثابة هنا تعميل حدودية. إذن ممكن أن نقول أن الإشارة هي كالتالي: x ناقص 2 في x زائد 2 ناقص ما لا نهاية تنعدم في 2 وتنعدم في ناقص 2 هنا. إذن ما بين الجذرين كما تلاحظون
عفوا الجذرين هما ناقص 2 و 2 اذا ما بين الجذرين عكس اشاره ا يعني ولا سالبه هنا موجبه موجبه وبالتالي دي دو اف هو اذا دي دو اف يساوي لا ننسى ان ناقص 2 لا تنتمي الى حيز التعريف اذا دي دو اف هو ناقص ما لا نهايه ناقص 2 مفتوح اتحاد المجال جوج زائد ما لا نهايه. نواصل الحالة جيم الحالة جيم دي دو اف كما تلاحظون لدينا جذور وفي نفس المقام إذن يجب الانتباه دي دو اف هي مجموعة الأعداد الحقيقية حيث x ناقص جوج أكبر من أو يساوي صفر و x زائد جوج هنا الشرط لكي يكون هذا الجذر معرف هو x زائد جوج أكبر من أو تساوي صفر وبما أنها في المقام يعني قطعا يساوي x ينتمي إلى R حيث x أكبر من أو تساوي 2 أو x أكبر قطعا من ناقص 2 إذا نلاحظ بأن x هنا أكبر من 2 عفوا و x أكبر من ناقص 2 يعني يكفي أن يكون x أكبر من العدد الأكبر هنا العدد الأكبر لدينا عددين 2 وناقص 2 إذا دي دو اف تساوي كما تلاحظوا كما قلت ان اكس يجب ان يكون اكبر من 2 وفي نفس الوقت اكبر من ناقص 2 يعني يكفي ان يكون اكس اكبر من 2 بالتالي 2 زائد ما لا نهايه. ملاحظه انتبه الله يخليكم هنا ولدينا هنا هذه تكون لدينا هذه النتيجه اذا وفقط اذا اكس ينتمي لهذا الحيز التعريف اذا ممكن نكتبوا هنا لندرس إشارة بدل المتفاوتة نكتبو لندرس إشارة هذا التعبير إذا لدراسة إشارة التعبير هو عبارة على جودة أو بالأحرى هنا راه حدودية للجذرين ديالها كما قلت 2 وناقص 2 وبالتالي ما بين الجذرين عكس إشارة أ وأعدنا لها موجب إذا دي دو اف سيكون على الشكل التالي اذا بعد الحاله جيم نمر الى الحاله دال حاله دال f de x f de x يساوي واحد على جذر مربع x أس 2 ناقص 5 x زائد 4 إذن هنا d de f x ينتمي إلى R حيث x أس 2 ناقص 5 إكس زائد 4 أكبر قطعا من صفر إذن لنحدد إشارة الحدودية لدراسة إشارة الحدودية ندرس إشارة الحدودية إكس أس 2 ناقص 5 إكس زائد 4
إذن لدينا دلتا مميز دلتا يساوي ب أس 2 ناقص 4 أس يساوي هي ناقص 5 أس 2 ناقص 4 في 1 في 4 تساوي ناقص 5 أس 2 25 ناقص 16 تساوي 9 أكبر قطعا من الصفر. إذن هذه الحدودية أو هذه الحدودية تقبل جذرين، الجذر الأول x1 يساوي ناقص b ناقص جذر دلتا على جوج a اللي هو 5 ناقص جذر 9 على 2 يساوي 1. جذر 9 جذر 9 هي 3، إذن 5 ناقص 3 هي 2 على 2 1. و x2 هي ناقص ب ناقص جذر دلتا على جوج أ تساوي 5 زائد جذر 9 على 2 تساوي 4. ملاحظة، هذه الحدودية ممكن نعرفوا الجذور ديالها باستعمال الخاصية، بحال اللي عندنا x أس 2 ناقص تذكير x، لاحظوا معي هنا x أس 2 ناقص s x زائد b. الحدود او الجذور ديال هذه الحدوديه اشنو هما؟ هذا بمثابه المجموع وهذا بمثابه الجداء، يعني عددين جداؤهما هو 4 ومجموعهما هو 5. وبالتالي اذا غنشوفوا الاشاره تاع هذه الحدوديه. اكس اس 2 ناقص 5 اكس زائد 4 ناقص ما لا نهاية، قلنا 1 و 4 4 هنا ما بين الجذرين عكس إشارة أ زائد زائد ما لا نهاية. وبالتالي إذا ممكن نقول دي دو إف، دي دو إف مباشرة هي المجال المفتوح ناقص ما لا نهاية 1 اتحاد المجال المفتوح 4 زائد ما لا نهاية. إذن دي دو اف في الحالة ذال هو ناقص ما لا نهاية 1 مفتوح اتحاد المجال مفتوح 4 زائد ما لا نهاية. إذن الحالة الأخيرة ها اف دو اكس تساوي 1 على 2 كوس اكس ناقص 1. دي دو اف عندنا هنا واحد المقام هي الاعداد الحقيقيه، حيث 2 كوس اكس ناقص 1 تخالف الصفر، اذا تساوي هي اكس ينتمي الى ار حيث كوس اكس تخالف 1 على 2. اذا احنا هنا مفروض عندنا نحلوا المعادلة كوس إكس يساوي 1 على 2. نذكر بهذه القاعدة ديال كوس إكس يساوي كوس ألفا، ماذا يعني هذا؟ يعني أن إكس يساوي ألفا زائد 2 كابي أو إكس يساوي ناقص ألفا زائد 2 كابي. إذا غنستغلوا هذا التذكير باش نشوفوا هنا. لدينا كوس إكس يساوي 1 على 2، لدينا كوس إكس يساوي 1 على 2، يعني كوس إكس تساوي كوس بي على 3. إذن إكس يساوي بي على 3 زائد 2 كابي زائد 2 كابي، حيث ك ينتمي الى زد، او اكس يساوي ناقص بي على 3 زائد 2 كابي حيث ك ينتمي الى زد.
وبالتالي كوس x يخالف 1 على 2 يعني x يخالف p على 3 زائد 2 كابي و x يخالف ناقص p على 3 زائد 2 كابي ومنه دل f r ناقص p على 3 زائد 2 كابي حيث k ينتمي الى r عفوا الى z ينتمي الى z اتحاد ناقص ب على 3 زائد 2 كابي حيث ك ينتمي الى z بعبارة اخرى x ينتمي الى d دو f اذا وفقط اذا x كان x يخالف ب على 3 زائد 2 كابي و x يخالف ناقص ب على 3 زائد 2 كابي أعزائي التلاميذ شكرا لانتباهكم وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله.